مشاهدينا على قناة هلا، أهلا وسهلا فيكم. برنامجنا الميداني اليوم من الناصري من فندق جولدن كراون، وأمامنا طبعا هنا ووراءنا اعقل وتوكل. مهم جدا مؤتمر الناصرة 2022، شو هي الفعاليات اللي فيه، شو هي الأشياء اللي راح يحكوا عنها كمان، وخاصة اللقاءات الحصرية دائما على قناة هلا معنا مع الأنواس الأطياب وبنفس الوقت أمثالنا الشعبية. خليكم معنا مشاهدينا على قناة هلا. بسعدنا يكون معنا دكتور سامي سعدي، والتعريف مهم جدا نعرف شو الصلة الكبيرة جدا بالمؤتمر، مؤتمر الأمان. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا هلا أهلين. يعني التعريف مهم جدا لمشاهدي قناة هلا. سامي سعدي، مدير لواء الشمال في المؤسسة الأمان والصحة المهنية. قديش اليوم الأمان والصحة المهنية بمجتمعنا العربي هي على يعني طافية على السطح زي ما بقولوا؟ قبل شوية عرضت وضع السلام والوقاية في الوسط العربي. الوضع كل ما له ما بيروح من سيء لأسوأ. عمليا احنا عم بتزيد عنا في المجتمع العربي إصابات العمل، وأيام الغياب عن العمل عم بتزيد، وهي عمليا اليوم موجودة في وضع انه أكثر على مرتين من المجتمع اليهودي. الأسباب، يعني أنا بعرف أنه التوعية قائمة ودائما في مؤتمرات دائما في توعية، شو الأسباب اللي بتخلي أنه إصابات العمل شغلات اللي عم بتصير بتزيد بتزايد؟ أيوة. في عدة أسباب. السبب الأول أنه ما فيش عنا أي شيء اللي بيتعلق في تعليم العمال كيف يشتغلوا بشكل يعني من ناحية المقاولين. خلينا نحكي من ناحية المقاولين. مرة كان في شيء اسمه تفسان مكتوعي، كان في شيء اسمه قصار مهني، يعني أشياء مهنية، أشياء مهنية. المدارس اللي كانت تعلم مهني في الماضي اليوم مش موجودة بين المرة. كيف اليوم العامل بيتعلم مهني؟ طب مين بده يكون المسؤول على هاي مثلا أمور التوعية؟ إذا ما فيش مدارس، ما فيش شغلات اللي مسؤولة على تعلم العمال من ناحية المهني ومن ناحية أمان، مين المسؤول بده يكون؟ يعني على مين لازم نوجه؟ إحنا مش أصبع الاتهام، نوجه له يعني تحية ويعلم كمان هناك ويعطي توعية. أيوة. حسب رأيي كل المدارس اللي كانت تعلم المكتوع المهني من المفروض انه ترجع ويبلشوا يعطوا تعليم للمهني بشكل صحيح، اللي العامل يقدر بعدها يشتغل بشكل آمن. مش معقول انه العامل يشتغل كقصار مثلا جمعة جمعتين شهر مع صاحبه مع ابن عمه، وبعدها صار كبلان قصارة، صار هو مقاول وبيجيب عمال، وطبعا لا هو بيعرف كيف يشتغل بشكل مزبوط بشكل آمن، ولا العمال تبعونه بيعرفوا كيف يشتغلوا بشكل يعني آمن. عم بطلع أنا كتير مرات بأماكن عمل بنشوف إنه بدون طاقية على الرأس. أيوة. بدون أحذية خاصة. أيوة. شو ممكن نوجه على قناة هلا لكل المقاولين وكل الناس اللي عم بتشاهدنا كمان من ناحية عمال؟ من ناحية العمال إحنا بنقول لأصحاب محلات العمل للعمال، إحنا كمؤسسة اللي الهدف تبعها إنه تحارب إصابات العمل والأمراض اللي بتصير في محل العمل، توجهوا إلنا، إحنا بنقدر كثير نساعدكم في إنه تتعلموا كيف تشتغلوا بشكل آمن، كيف تشتغلوا بشكل اللي أنتوا عمالكم ترجعوا في نهاية النهار على بيتكم سالمين بشكل امان وسلام. احنا طبعا بدنا نشكرك دكتور سامي، ولكن احنا من خلال قناه هلا دائما باي لقاء في عنا اختيار من 1 لـ 7. بدك تختار لنا رقم ونشوف حظك. 7. رقم 7، رقم نصر بيقولوا له. رقم 7 بيقول العنزه الجربه بتعدي كل القطيع. صحيح. طلعوا له بالونات للدكتور سامي سعدي. شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه. اهلين، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بسعدنا يكون معنا دكتور فيصل فلاح، والتعريف مهم جدا مثل ما ذكرنا مع دكتور سامي بالنسبة للمؤتمر وبالنسبة للوسط العربي. يعطيكم العافية جميعا. احنا من مؤسسة الأمان والسلامة في العمل من لواء الشمال. اسمي فيصل فلاح، أنا مرشد الأمان في ورشات البناء وورشات العمل مثل المصانع والورشات الصغيرة، وأيضا كمان المدارس التكنولوجية الذي تخرج من هناك أجيال أعمال خاصة، طلاب وأعمال خاصة مثل صيانة كهرباء السيارات وهندسة البناء. اليوم احنا قديش اليوم دكتور، يعني اقاطعك شوي، قديش اليوم دكتور بورشات العمل عم نسمع على كتير حوادث بتصير
وبصير يقول لك يعني ما كانش حاطط طاقية، ما كانش لابس كذا، شو الأسباب اللي ما عندهنش وعي واللي يعني المقاولين عم بيسمعونا وبيشاهدونا كمان؟ أنا حسب رأيي إنه في شوية يعني خلينا نقول ثقافة بالنسبة للأمان عندنا بالوسط العربي للأسف الشديد واطية شوية، يرودا باللغة العبرية يعني، وأنا عم تنزل ولا عم يعني عم بتزيد؟ أنا بلاقي إحنا بنحاول كل جهدنا إنه نطور الأمان في ورشات العمل وفي البناء، كل هذا من شان يخفف من حدة الحوادث وقلة الإصابات أكيد. وأيضا كمان في المدارس التكنولوجية كيف يعني في المدارس التكنولوجية مثلا بيكون في دورات هناك خاصة بالأمانة بالسلامة كل هاي الشغلات بالعمل؟ طبعا في بالمدارس التكنولوجية، أنا حسب رأيي كمان أنا بفكر أنه لازم هذا يدخل في منهاج التعليم في الثانويات كمان من صف عشر فما يعني فوق، كثير طلاب صف عشر بيروحوا بنخرطوا بمجال المهن مثلا وبتركوا التعليم حتى، شو ممكن أنه هالدورات تفيدهم كمان ناحية أمانة وسلامة؟ في إحنا بالمرات بنعمل أو نساوي 60 نقطة في امتحانات البقروت اللي هي توجيهية اللي يكون تابعة للأمان، وهذه كمان تساعد الطلاب انه يفوتوا على سوق العمل. وطبعا من ناحية أمان يعني بعد انخراطهم بالعمل قديش انت عم بتلاقي اليوم انه بنسميها احنا بنزول، يعني كانت في دالة بتقول انه مشاكل العمل كانت بارتفاع اليوم عم بتقل كمان؟ أكيد طبعا، يعني قبل 10 سنين كان الإشي حاد أكثر بالنسبة للحوادث العمل، صح. الحمد لله اليوم في يعني إشي ملحوظ بالنسبة للحوادث وبالنسبة للوفيات في ورشات البناء. على كل حال نتأمن يعني ونتمنى السلامة، ومن بعد هالمؤتمر نسمع كمان عن يعني نزول هالدالة مثل ما بقولوا إن شاء الله واختفائها حتى إن شاء الله. على كل حال بأي لقاء إحنا على قناة هلا برنامجنا الميداني، وأنت صرت تعرف بدك تختار رقم من 1 لـ 7، شو بتختار رقم؟ 6. رقم 6، هات نشوف رقم 6 شو طلع لك. ابن آدم بيقول بني آدم يعني الطير بلا طير بلا جنحان، صحيح، يعني وين بدنا من طير، وإن شاء الله كمان يعني طريق السلامة لكل اللي عم بيطيروا بهالعطلة الصيفية. أكيد ودائما حتى العصفور اللي آمن بيكون عنده آمن في جناحاته، آمن في جناحاته بيكون عنده واثق في نفسه وبيطير أكثر. أكيد شكرا لك، وإن شاء الله نتمنى طبعا الأمان والسلامة للجميع. أهلين يا هلا، شكرا. مشاهدينا بسعدنا يكون معنا سيد صقر حبكة، وطبعا تعريفه مهم جدا لمؤتمر السلام والسلامة والأمان. أوكي. صقر حبقة من ينوح، مرشد قطري في إسرائيل الوسط العربي. بالنسبة لموضوع الأمان والسلامة، أكيد شو ممكن سيد صقر يعني من خلال قناة هلا نوجه هيك ولو رسالة كمان تكون فيها نصائح للأمن والأمان عند كل المقاولين العمال أي حدا بيشتغل بأي مهنة وتكون مهنة فيها مخاطرة؟ صحيح، اليوم أعطيكم العافية لكم. العنوان اليوم هو اعقل وتوكل، يعني هاي الرسالة اللي إحنا على بنا كمجتمعنا انه قديش نفكر قبل ما نشتغل الشغله. اليوم اذا انا العامل بده يطلع كانه في العمار ولا في الصناعه ولا في الشغلات البسيطه ولا في الزراعه، ما نستعجل ناخذ الخطوه اللي ما بنعرفش كيف بتصير. اليوم انا بدي امشي شغلتي وبدي خاطر في حياتي كثير مش مضبوط الموضوع، عشان هيك قديش نفكر ونتاخر شوي ولا بعدين انا ادفع ثمن نتندم والعيله تتألم بعدين، ولا أنا أروح في إصابة خطيرة معش كيف أطلع فيها. فشو ممكن مثلا التوعية، كيف بتتم التوعية من خلال شو؟ التوعية كثير بتتم عن طريق إحنا عنا كمرشدين نتوزع في كل دورات، يعني في دورات، في إحنا كمدرخين كمرشدين نوصل على مواقع العمل، فالمرشدين اللي عنا في كل لواء بوصلوا على كل مصلحة وبحاولوا يعطوا الإرشادات البسيطة أو وثبتوا ذلك كمان في أبحاث اللي كانت واللي صارت عشان نتعلم منها. أكيد يعني في دائما عندنا إحنا استفتاءات بتصير عندنا كمان شغلات اللي هي إحصاءات بالنسبة لحوادث العمل. قديش أنت مثلا بزيارتك لأي ورشة عمل بتلاقي إنه هالعمال
بيشتغلوا حسب المواصفات المطلوبة، مثلا طاقية على راسهم، أحذية خاصة، إذا بيشتغلوا بارتفاع كيف يكونوا مربوطين؟ قديش بتشوف هاي الأشياء موجودة؟ عندنا للأسف الوسط العربي يعني يوسفني أقول إنه إحنا بنعرف الشغلات هاي بس ما بنشتغل حسبها. يعني كثار بنشوف إنه في عمال اللي هن بيشتغلوا حسب المتطلبات مواصفات الأمان، بس من ناحية ثانية إنه الاتكال على الله سبحانه وتعالى، إحنا شعب قدري اللي شو بده يصير وقدر صح وقدر، بس إنه كيف إنه نقدر إحنا نوقف هاي الأشياء؟ معلوم الإشي في إيدنا، عشان هيك كثير مهم إنه التفكير المسبق قبل ما نسوي الشغلة كثير مفيد وبيساعدنا نحافظ على حالنا وسلامة أولادنا. أكيد يعني سيد صقر بالنسبة لأعقل وتوكل هي يعني عنوان المؤتمر. فأنا هون كمان كوظيفتي وكمرشد قطري عم نحاول كثير نفوت على المدارس ونفرجي شبابنا اليوم، خاصة يعني هون طالعين على فرصة يعني في كثير شباب بيروحوا بنخرطوا بالعمل بالصيف، إنه يشوفوا إنه مش بس بدنا ناخذ المصاري ونطلع يوميتنا كمان، يعني أمان ارجع سلامتك، يعني هال 200 و 500 شيكل بسوش انت لا سمح الله توقع وسيبك كسر. نسمع كثير وقع من علو شاهق، كل هاي الشغلات ان شاء الله ما نعود نسمع عليها. على كل حال سيد صقر مستعجل مش مستعجل، بده يختار رقم من 1 لـ 7، اي رقم تختار؟ 5. رقم 5 شو طلع لصقر؟ يعني حلو كثير، اجا مكتوب من عمه، كل واحد يلتهي بشو يعني اجا مكتوب من عمه، كثير احنا شعب بتدخل بالثاني، اجا مكتوب من عمه، ولكن بيقولوا بالمثل كل واحد يلتهي بعمله مش بعمله، على وزن عمه، ها على وزن عمه بس غير العين بها همه، يعني كل واحد يلتهي به همه يلتهي فيه، ان شاء الله ما يكون هم، ان شاء الله ما يكون هم ولا اي انسان. شكرا لك صقر، اهلا وسهلا فيك. اعقل وتوكل، هذا هو طبعا العنوان لمؤتمر الناصري 2022 للامن والامان والصحه. طبعا بسعدنا يكون معنا، واهلا وسهلا فيك طبعا محمد ابو عيد. اهلا بك، اهلا وسهلا فيك سيد محمد. في البدايه احكي لنا، انت موجود هنا يعني كدعوه، يعني عزموك على هالمؤتمر ليش؟ انا بشتغل مرشد امان في شركه عمار، بتعرف اليوم حوادث العمل زادت كثير في الوسط العربي، وخصوصا عندنا الشباب الصغار، فاحنا جايين عشان نحكي اللي قلنا ونحاول نقدم هذا الامر ونخفف من هاي. يعني عجبتني انا شغله انه مرشد بتشتغل بشركه، نعم، شركه عمار، قديش عندكم الارشاد للي بيشتغلوا بهالشركه من ناحيه الامن والامان، يعني هو على ارض الواقع؟ صحيح انا مسؤول الامان بالشركه، بشد قد ما بقدر انه العمال ياخذوا الهدرخه اللي هي كل الوسائل اللي لازم يستعملوها عشان يشتغلوا بامان. بالضبط، يعني بنطيهن. عم تحكي على شغله كثير كثير مهمه، مربط الفرس مثل ما بيقولوا. شو ممكن اعطينا مثال على قناه هلا مثلا؟ اي عامل طالع على شغله شو لازم يكون؟ اول شيء يكون هو مدرب ومؤهل، يعني اول ما يصل على الشغل لازم يكون ماخذ هو الهدرخه اللي هي الارشاد الاولي من قبل المسؤول عن العمل بالورشه. هاي يعني اول شغله، اذا عمله مثلا بارتفاع شاهق، نقول ارتفاع شاهق مجبور يكون معه كل الادوات والاجهزه، وقبل هيك الارشاد الخصوصي للعمل بالارتفاع. بالضبط، في ارشاد. بحب اعطي امثله، يعني ما تقربش كثير على الطرف، اذا قربت تكون مربوط، كل هاي الشغلات. معلوم اذا طلعت على اكثر من علو مترين مجبور يكون معك اول شيء ارشاد، ثاني شيء كل الاجهزه المطلوبه للعمل بالارتفاع، ان كان حبل او الرتمال اللي هي مثل الجاكيت، نعم طاقيه بتكون مع بسنتريت مع الرطبه اللي هون، هاي كل هالاشياء. قديش هاي عم نشوفها يعني بورش العمل؟ انا بمرق كثير بشوفهاش هاي صراحه. صحيح بالوسط العربي مهمل شيلي من ناحيه الاداره، عشان هيك عم نسمع كثير سقط عامل من علو شاهق وراح شهيد العمل، شهيد لقمه العيش. لوين انت بدنا نضل نسمع احنا هاي الالقاب؟ اول شيء المهم جدا انه برضه العامل ياخذ مسؤوليه على حاله، يعني انت شايف انه هذا الشيء غلط او خطر ما تعملوش حتى في اي مناسبه او اي شيء انت حاس حالك مش قادر تعمل الشيء هذا او خايف تعمله، حتى انك خايف تطلع على محل عالي، يطلب مثلا يطلب من المقاول، يعني انا كيف بدي اطلع؟ المقاولين رجاء يا مقاولين ارحموا هاي العمال الضعيفه، العمال اللي بتجي من الضفه مثلا، اللي معوش بده ياكل بده يعيش، انطوهن هاي الوسائل اللي يعيشوا، هن جايين يعيشوا مش جايين ينتحروا هون. فعشان هيك بتوجه للعمال اول شيء ما تعملوش اي شيء الا ما تكونوا انت واثقين انكم تقدروا تعملوه بامان، ثاني شيء للكبلان للعامل للمقاول انت عم تربح
انطي الزلمة حقه، انطي الأجهزة اللي لازم هو ياخذها عشان هو يغبر له يقدر يشتغل بأمان وما يقعش ويرجعش لأهله بكيس لا سمح الله، أو يرجع مقصوع إيده وإجره. فحرام حرام حرام على كل شاب بيموت، على كل نقطة دم بتنزل من أي عامل. إن شاء الله ما نعود نسمع طبعا هاي الألقاب اللي هي شهيد لكمة العيش وبعرفش إيش، ونسمع دائما أنه كل العمال رجعت بسلام وأمان لبيوتها. يعني سيد محمد أبو عيد بدك تختار رقم زيك زي الكل من 1 لـ 7، شو بتختار؟ 7. كل الناس بدها رقم 7. رقم 7 بيقول يعني وحلو كتير. شو إلك في القصر من امبارح على وزن القصر؟ للعصر. عليها. شو إلك بالقصر من امبارح؟ للعصر. شو احلى منك، طلعوا له بالونات. شكرا لك، بارك الله فيك واهلا بيك. مشاهدينا بسعدنا تكون معنا هنا زعبي مديره جمعيه السلامه والتربيه، ومهم جدا نحاورها طبعا بموضوع الامن والسلامه بمؤتمر اعقل وتوكل. اهلا وسهلا فيكي. فيك. يعني اعقل وتوكل بهالمؤتمر، مؤتمر الناصري 2022 للسلامه، قديش انت اليوم كدعوه طبعا مدعوه انت حتى تكوني هون وتشاركي لتعطي كثير نصائح لكثير ناس عم بتشاهدنا على قناه هلا؟ يعني هذا المؤتمر احد الشغلات اللي كثير مهم انه تكون موجود بمجتمعنا، كثير مهم انه ليش هالقد مهم؟ لحتى بعث عمليا نقدر نوصل لاكثر كميه ناس نوعيهم من مختلف الاجيال لحتى نحكي عن موضوع السلامه والامان. قديش بالعمل كمان مهم في العمل وفي حياتنا بشكل عام في حياتنا اليوميه، لانه كثير مهم انه نفهم ونعي أهمية السلامة في اليوم يوم، في كل فعالية، في كل شغلة صغيرة بنعملها، حتى في البيت مش بس في العمل خارج البيت. السلامة عمليا هي جزء مهم من حياتنا، وهي جزء لا ينفصل عن الصحة. أكيد. يعني احنا بنحكي دائما هي الصحة والسلامة في العمل كتير مهم. بديت أحكي هذا المؤتمر وهي الأنواع من الفعاليات في مجتمعنا لحتى نزيد عمليا ثقافة السلامة والوعي كل هاي الشغلات، والوعي في المجتمع لحتى يصير الموضوع مهم عند كل الفئات، ونعرف عمليا انه احنا فينا دائما كيف نغير. فيش شيء اسمه قدر، فيش شيء اسمه يعني كثير ناس بقول لك هيك صار خلص قضاء وقدر. صحيح. بس كان نقدر نغير احنا لو عندنا الوعي بالنسبه للسلامه والصحه. دائما لو عندنا الوعي ولو عندنا القدره انه نغير، واحنا عمليا فينا نغير لما احنا بيكون معنا مش بس معلومات، لما بيكون معنا عمليا ادوات مهنيه وادوات عمل ولباس. يعني حطيتوا اصبعك على الجرح. هاي الادوات المهنيه، اللباس ملائم للعمل، هاي مين مسؤول عنها؟ مثلا اذا عندنا مقاول وفي عندنا شغيل، مين المسؤول يجيب لهم هاي المواد الاشياء المهمه لسلامتهم؟ مين بيكون يعني على راس السلم فوق؟ يعني طبعا العامل مش واجبه يجيب لباس العمل الملائم للوظيفة اللي او المهنة عمليا اللي انطلب منه انه يعملها، هاي وظيفة المقاول. ولكن مهم جدا نعرف انه اي عامل من حقه حسب القانون. هذا مهم جدا، مربط الفرس. صحيح. لكل عامل احكي الجملة. عم بقاطعك، بدي انا اوصل رسالتنا انا وياك. من حق مهم جدا نعرف انه كل عامل من حقه قانونيا انه يرفض القيام بعمله او باي وظيفه انطلبت منه في حاله لم يحصل على اللباس المناسب او على الادوات المناسبه للقيام بهذا العمل بطريقه آمنة لإله ولصحته. قديش هاي مهم الرسالة، يعني كل عامل عم بشاهدنا على قناة هلا أو عاملة كمان بأي وظيفة، ممكن تكون يعني حتى بالبيت، يعني مهم جدا تكون لابسة مثلا شغلة ما تزحلق على البلاط حتى ما تكسر أعضاء من أعضائها. نفس الشيء اللي بيشتغلوا بارتفاع شاهق وعلي. شو ممكن نوجه كمان رسالة بنهاية لقائنا اليوم لكل المقاولين اللي عم بشاهدونا؟ طبعا هاي رسالة طويلة ها. طبعا المقاولين المفروض يحطوا حالهم محل العامل وياخذوا على حالهم مسؤوليه اي شيء بيصير في مكان العمل، في منطقه البناء، موقع البناء، وكمان يفكروا بالمسؤوليه اللي بتقع عليهم في حاله حدث ضرر، حدث وقع حادث عمل لاحد العمال. المسؤوليه هي كثير كبيره لانه عمليا ابعاد هذا الحادث هي اصعب بكثير على المقاول من انه يجهز
مكان العمل بشكل آمن للعمال، وإنه كمان عمليا يحضر وسائل الحماية وسائل الوقاية اللازمة حتى من ناحية مالية، الإشي كتير أقل عليه من ناحية مصاريف من إنه يضطر يدفع كتير مبالغ بعد ما يصير لا سمح الله حادث. إن شاء الله إنه لا. فاللي بدنا هيك الجملة الأخيرة بدي أقولها إنه يا ريت كل مقاول كل مدير عمل يفكر إنه هذا العامل اللي طلع من بيته الصبح عشان بس يسترزق هو بأمان وسلام، هاي صحيح، ولكنه هو بمثابة ابنه زي ما بده ابنه يرجع له على البيت بآخر النهار لبيته لأولاده سالم. فكمان هذا العامل المفروض إحنا نحس فيه، ما نقصرش بحقه، ما نقصرش كمان بشو إحنا عنا إمكانيات نقدم، أقل الإمكانيات بشكل عام ممكن تمنع كتير حدوث عوارض عن هذا الشكل وتحمي أرواح. أكيد بدنا نشكرك هنا، ولكن يعني مشغولة مش مشغولة، مدعوة محاضرة بعرفش إيش، بتختار رقم الواحد لسبعة. شو بتختاري رقم الواحد سبعة. لسبعة؟ رقم سبعة، كل الناس تختار سبعة. أقولكم شغلة، لأنه سبعة رقم حظ، آخر العنقود سكر، آخر العنقود سكر. شو بيعمل؟ طلعوا لها بالونات يعني كمان مش بس أمان كمان أمتال شعفية. أعطيك العافية، شكرا لك، يزيدك عافية، ميرسي، نهارك سعيد. مشاهدينا على قناة هلا، احنا موجودين داخل المؤتمر طبعا بنهاية لقائنا، على أمل استفدتوا للأمن والأمان والصحة لسلامتكم. كان معكم في الإعداد والتقديم بسيم، إلى اللقاء.